بس عايزين نروح نستعرض دلوقتي مع حضراتكم ونشوف مع مستر بروكيتش جدول المسابقات، ترتيب النادي الاهلي في المسابقات في المرحله الاولى. طبعا يعني احنا دلوقتي بنلعب في التصفيات النهائيه، ولكن توقف الدوري، توقف الدوري دلوقتي، لن تستكمل المباريات خلال الفتره السابقه. لكن ده زي ما شايفين قدام حضراتكم، النادي الاهلي مواليد 99، لعب 8 ماتشات في المرحله الاولى وكان متصدر في المركز الاول، ده الترتيب الاول ب 19 نقطه. 2001 كان في المركز الاول ب 22 نقطه، 2003 كان في المركز الثاني وايضا صعد للتصفيات النهائيه علشان بيتاخد الفريق الاول والفريق الثاني، 2005 بيلعب بطوله المنطقه كان في المركز الاول، و2006 ايضا بيضم عناصر مميزه في المركز الاول. شايف ترتيب النادي الاهلي في كل الفرق الاول شايفه ازاي؟ هل دلوقتي النهارده مستر بروكيتش عينه ان الفريق يبقى دايما في المركز الاول، ولا احنا ماشيين في السياسه في خطين واحد ان انا اطلع لعيب الفريق الاول وبرضه في نفس الوقت الفرق تتصدر المسابقات بتاعتها؟ طبعا ده سؤال جميل جدا. كويس. انا عايز اقول ان انا دي حاجه كويسه ان انا اشوف ترتيب الفرق بتاعتنا. وانا لما جيت مصر هنا لقيت ان الناس كلها ناس كتير بتركز في النتائج. بس بالنسبه لي كمان لازم نجهز لعيبه للفريق الاول، ولازم يكون التركيز معانا مع النتائج ان احنا برضو نجهز لعيبه واسلوب نشء لعيبه الناشئين او تجهيزهم للفريق الاول. وطبعا يعني طبعا النتيجه طبعا حاجه مهمه مع تجهيز لعيبه للفريق الاول. اكيد بتتابع المباريات كلها، واكيد بتشوف الماتشات الفرق كلها بدايه من الاعمار السنيه الصغيره مدرسه الكره لفريق الشباب 99. شايف الظاهره المنتشره، الظاهره اللي انا شايفها من وجهه نظري سلبيه، هي ان في ولاد اعمار سنيه كبيره في السن ممكن تشارك مع اعمار سنيه صغيره، ممكن ولد يكون يعني ورقه مش سليم وبيشارك. شايف الظاهره دي ازاي وممكن تاثر ازاي على الكره المصريه؟ طبعا الظاهره دي انا سمعت عنها بس ما عنديش كومنت عليها، ان حد ممكن يسنن لعيبه ويغير من اعمارهم السنيه، فده يعني دليل واضح ان الناس هنا بتركز على النتائج. فطبعا الاهم المفروض في قطاع الناشئين ان احنا نربي نشء ونطلع اجيال ونطلع لعيبه للفرق الاولى.